هي اغلبها قبائل عربيه، قبائل عربيه مسلمين من 25% والمجلس ده معبر عن كل عنهم كلهم، نقدر نقول كده. المجلس ده المجلس الاعلى للقبائل العربيه، تكوينه الاساسي من القبائل. القبائل معروفه مثلا على سبيل المثال، يوجد في مطروح 5 قبائل كبيره. هذه القبائل تتمثل في علي ابيض وعلي احمر وقبيله السننه وقبيله الجميعات وقبيله النطعان. هذه القبائل معروفه بتماسكها بان محافظه مطروح بها 5 قبائل كبيره. هذه القبائل لها افرع وجيوب وعائلات. القبائل العربية نجد أن في القبيلة الواحدة يوجد فيها أكثر من قيادة، سواء قيادة طبيعية أو منصب شيخ أو عمدة بالتكليف الحكومي، ولكن هذه التعاملات غير كافية لتوصيل صوت الشارع القبلي إلى السلطة التنفيذية. فإحنا النقطة دي اللي إحنا بنتكلم فيها أساسا، إذا كنا إحنا هنعالج الأمور القبائل العربية على مستوى الجمهورية، أن يخرج قرار سريع بإنشاء هذا المجلس، والذي تقدمنا به بمسودة مشروعه وبنظامه الأساسي بمشروع متكامل تكون أهدافه أهداف سامية. أولا نقل مطالب القبائل العربية. احترمي بس يا أستاذ سامي، يعني المشروع ده حديث اللحظة ولا مشروع ده؟ المشروع ده احنا تقدمنا به في 2012 القيادة السابقة. طيب مش انتوا التقيتوا مع رئيس المعزول محمد مرسي عمل لكم ايه؟ التقينا ولم يصدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى، وكان رده رد مبهت بأن القبائل العربية لها مجلس طبيعي ومبادرة بوجودكم أو وعد بإنشاء المجلس بصفة رسمية. القبائل العربية لها مجلس طبيعي يوجد ما بين القبائل العربية، متعارف عليه من أكثر من 1200 عام. شكل رسمي. نتكلم إذا كان الشكل الرسمي لم يؤخذ إلى الآن شكل رسمي في استصدار قرار حتى يكون هذا المجلس نافذة للتعامل مع القبائل العربية. المؤتمر والله احنا نأمل مع التغيير في 30 يونيو ان يكون فيه قرار بهذا احنا مكملين مع حضراتكم، لان يعني الامر بحاجه طبعا نقاط كثيره للحديث عنها، لكن التاسعه اولا عناوين الاخبار ثم موجز الانباء. الحكومه تدعو المجلس الاعلى للجامعات للاجتماع اليوم لبحث الاوضاع المضطربه داخل الجامعات المصريه. الرئيس يتسلم مشروع دستور جديد من السيد عمرو موسى، والحكومة تصف الإنجاز بأنه مرحلة هامة لتنفيذ خارطة المستقبل. مجلس القبائل العربية يؤكد تأييده لتنفيذ خارطة المستقبل ودعمه لمبادرة نزع السلاح المطروحة من القوات المسلحة. ليلى عمر بالطبع لديها المزيد من الأخبار في موجز الأخبار. ليلى تفضل. شكرا.